ولي عهد أبو ظبي يؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار. شكري يشارك اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب بتونس للتحضير للقمة العربية. ومراسم تكريم حاشدة لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. الحادية عشرة صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن مصر تمضي بثبات نحو مزيد من التنمية والازدهار. وفي تغريدة له على تويتر قال ولي عهد أبو ظبي أنه اطلع خلال زيارته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الجديدة على المشروعات السياحية والمباني والمرافق الحكومية قيد الإنشاء. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى تونس، وذلك للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ بأن الاجتماع سيشهد مناقشة مسائل التعاون العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المختلفة، وذلك تحضيرا لانعقاد الدورة العادية 30 للقمة العربية المقررة في 31 من مارس الجاري. أكد أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة بتسخير كافة خبراتها وإمكاناتها لإنجاح القمة العربية في دورتها 30 والمقرر عقدها في تونس الأحد المقبل. تصريحات أبو الغيط جاءت خلال لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي، حيث بحث الجانبان آخر الاستعدادات لانعقاد القمة وأهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والتطورات الأخيرة فيما يخص الجولان السوري المحتل. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعرض اليوم الجمعة اتفاقها حول بريكزيت للمرة الثالثة أمام مجلس العموم. وقالت وزيرة العلاقات مع مجلس العموم أندريا ليتسون للنواب الذين سبق أن رفضوا النص مرتين في شهر يناير وفي منتصف مارس إن الحكومة ستطرح مسودة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم. شارك عشرات آلاف الأشخاص وممثلون عن 59 دولة في مراسم تكريم أقيمت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية لضحايا الهجوم الإرهابي والذي استهدف مسجدين وخلف 50 قتيلا. حضرت مراسم التكريم التي حملت عنوان نحن متحدون رئيسة الوزراء النيوزيلندية جيسيندا أردرين ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.